تم حرق هاي البناية مال شركة التأمين الوطني. ولم يكن المتظاهرين اي دور في حرق. عم المتظاهرين مين يصعدون هالبلد غير هذا مكافحة القنادل ومكافحة الفلك؟ على بينة من امركم الشغب الذي يحصل في ساحة الاحتجاجات ليس سوى فعل فاعل وهم قوات الشغب. لم يكن بيننا من حاول التخريب لهذه العمارة او غيره. حرقوا العمارة مكافحة الشغب. إلى طيب مين طب هاي صبات منك وثاني شيء بالاطفاء شلون يصعد لها هذا الا ام الدرج.